بص يا توت، تغيير المناخ من المواضيع اللي ممكن تكون مملة لبعض الناس، شايفين إن أثرها لسه بعيد أو مش طيلانة، وحد تاني يقول لك ياه 2070 هو مين يعيش؟ بس الحقيقة إن التأثيرات السلبية لتغير المناخ هتوصل لحد الأكل اللي بناكله. ليه بقى؟ لأن زي ما قلنا قبل كده ميزان الكرة الأرضية اختل، وبالتالي فيه عواقب هتأثر على حياتنا اليومية. حضرتك ممكن تقولي وأنا مالي، ومالي بفيضان حصل في آخر العالم، إيه يعني درجة حرارة الأرض زادت درجة واحدة مئوية؟ أقول لحضرتك يا عم توت، لما درجة حرارة الأرض اتغيرت والطقس معاها اتشقلب حاله، أدت إلى ظواهر جوية متطرفة، يعني يا مطر كتير يا جفاف تام ومفيش نقطة مية، وبالتالي الإنتاجية الزراعية انخفضت. وعلى فكرة مش بس بتأثر على الإنتاجية، ده كمان بيأثر على جودة المحصول نفسه. بقول كده من زمان ومحدش مصدقني. زمان ايه يا ابني؟ انت لسه شغال اول امبارح. قصدي يعني إن موضوع تغير المناخ بيشغل بالي من أول ما جيت البرنامج. أصل المحاصيل كمان ممكن سعرها يزيد، ليه يا توت؟ لأني طبقا للمستقبل السلبي للمناخ، لو كملنا كده الكوارث الطبيعية هتزيد، وهيكون صعب توصيل المحاصيل من مكان للتاني بسهولة، وبالتالي أسعارها هتزيد. وده حصل فعلا في أمريكا في 2012 لما حصل فيضان في نهر المسيسيبي، واللي يعتبر خط مهم في شحن المحاصيل من مكان لآخر، والفيضان اللي حصل أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة وسعر المحاصيل زاد وقتها. يعني احنا قدام مشكلة ممكن تعمل أزمة في أسعار الغذاء في العالم. دلوقتي الظواهر دي متباعدة، ولكن في المستقبل هتبقى متكررة. ربنا يطمنك يا ابني، انت من ساعة ما جيت النهاردة وانت قالب على بومة، ما سمعتنيش ولا خبر عدل. بس أنا كان عندي خبر كمان ما ينفعش نسيبه. لا كفاية عليك كده دلوقتي، احنا نفهم بقى موضوع الغذاء الأول بالتفصيل، ونعرف أولنا من آخرنا، وبعدين ارجع لك. الأمن الغذائي مثلا لو بصيت على الوطن العربي هلاقي إن 50 مليون مواطن قبل كوفيد في الحقيقة عندهم اللي بنسموها food insecurity أو عدم سلامة، أو يعني عندهم مشاكل متعلقة بالغذاء. متوقع إن ده يزيد مع تغير المناخ، طبعا زاد بعد كوفيد ومتوقع وبيزيد دلوقتي أكيد طبعا بعد الحرب في أوكرانيا والمشاكل اللي هناك، ومتوقع طبعا مع تغير المناخ ده يزيد أكتر وأكتر. درجة الأمطار متوقع لو زادت درجة الحرارة لدرجتين إن المدن الساحلية في البحر المتوسط هتقل سقوط الأمطار فيها من نسبة 10 لـ 20%، ولو زادت درجة الحرارة لـ 4 نص الأمطار هيقل. فده طبعا هيكون ليه تأثيرات شديدة جدا جدا على الإنتاجية وعلى الزراعة في المدن الساحلية في شمال أفريقيا. احنا النهاردة بنتكلم في مواد أو عناصر غذائية مرتبطة، كل عنصر مرتبط بدرجة حرارة وسرعة رياح ورطوبة نسبية، وبالتالي هنلاقي في خلل في منظومة التغذية، هنلاقي في بعض الأنواع من الثمار هتتلاشى وهي تنقرض، وبعض آخر محتاج إن احنا نصرف عليه كتير عشان ندخله في نظام مناخي مناسب لهذا الوضع. يعني إذن إن الحياة بتاعت كوكب الأرض مرتبطة بالمناخ، الحياة البيئية مرتبطة بالمناخ، هناك هيحدث أيضا خلل في التنوع البيولوجي والبيئي لبعض الحيوانات، في انقراض لبعض الحيوانات. احنا بنتكلمش على 20 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة، احنا بنتكلم على أجيال قادمة هتتأثر. بالنسبة للمحاصيل الزراعية، هل في خسائر متوقعة للمحاصيل الزراعية أو إن هي تكمل؟ طبعا حصلوا على نتائج الأبحاث وخصصوها بالنسبة لشمال أفريقيا، واتكلموا إن محاصيل زي الذرة مثلا ممكن تقل الإنتاجية بتاعتها في شمال أفريقيا بنسبة 25% في سنة 2100، محاصيل زي القمح ممكن تقل بنسبة 20 لـ 25% بس أقرب شوية في 2050. فده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان الباحثين الزراعيين ومن كل التخصصات اشتغلوا على النقاط دي، ان ازاي مع التغيرات المناخيه تحت اي سيناريو هيحصل تغيرات مناخيه تختلف الحته.
الاجنده بتاعته، بس تحت اي سيناريو يبقى احنا معانا سيناريوهات جاهزه ان احنا نادابت او ان احنا نتكيف مع التغيرات دي. زي ما قلنا لحضراتكم ان تغير المناخ اثر على كل شيء في حياتنا. انت عاوز بس اقول حاجه، ما تقطعنيش يا توت لو سمحت، لو سمحت خليك مهني. زي ما قلت لكم ان تغير المناخ او الملف ده متوقف على خطوات كتيره علينا احنا وتحركنا احنا. معلش قبل ما تدخل على المستقبل الايجابي عاوز اقول حاجه. بقولك يا عم توت، انت المايك غيرك خالص، كلامك زاد ومش ماشي على السكريبت وبتقطع كلامي، ده مش اسلوب ده يا عم توت، مش اسلوب يعني. انا بس كنت عاوز اقولك ان تغير المناخ هيأثر على صحة الانسان. صحة الانسان يعني تغير المناخ هيجيب امراض؟ مش فاهم يعني. ايوة، طبقا لمنظمة الصحة العالمية BN 2030 و 2050، من المتوقع ان تغير المناخ يتسبب في حدوث ما يقرب من 250 الف حالة وفاة اضافية كل سنة بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري وغيرها من الأسباب. بس أنا لسه مش مستوعب إزاي تغير المناخ بيأثر على حياة الإنسان يا توت. لأني لو خدنا مثال العواصف اللي بتحصل كل يوم من مختلف الأماكن في العالم بينتج عنها إصابات وضحايا، وده سبب من أسباب تغير المناخ. تلوث المناخ اللي بينتج من الانبعاثات بيزود من نسبة الإصابة بالأمراض القلبية وغيرها من الأمراض. مشكلة الغذاء اللي اتكلمنا فيها قبل كده بينتج عنها سوء تغذية، وهكذا كل سلبيات تغير المناخ بتأثر على صحة الإنسان. طب يلا يا توت نفهم تفاصيل تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان ونرجع نكمل كلامنا، بس هنخلي كلامنا إيجابي أكتر بقى. تخيل ان بين سنة 2030 و2050 متوقع ان تغير المناخ يتسبب في 250 الف حالة وفاة اضافية كل سنة بسبب سوء التغذية والملاريا والاسهال والاجهاد الحراري، وده طبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. يعني درجة الحرارة بتأثر على صحتنا. ايوه، الايام اللي بتكون الحراره فيها اعلى او اوطى من المعدلات الطبيعيه بتسبب زياده مستويات المرض والوفاه عن طريق الاضرار بقدره الجسم على تنظيم درجه حرارته، او عن طريق انها بتعمل مضاعفات صحيه مباشره او غير مباشره، ممكن يؤدي فقدان التحكم في درجه الحراره الداخليه الى سلسله من الامراض زي التشنجات الحراريه او الاجهاد الحراري وضربة الشمس وارتفاع درجة الحرارة وانخفاض درجة الحرارة. ممكن تؤدي درجات الحرارة العالية إلى تفاقم الحالات المزمنة زي أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والحالات المرتبطة بمرض السكري. تكاليف الأضرار المباشرة للصحة هتتراوح ما بين 2-4 مليار دولار سنوي في 2030، يعني مش بس أثر على صحتنا، لأ وكمان اقتصادنا. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أقرت في القوانين الصادرة منها بأن إذا كان هناك توقع بارتفاع درجة الحرارة عند 50 درجة مئوية توقف العمل ويوقف النشاط البشري الإنسان ويجلس في البيت. ليه؟ حتى لا يصاب بضربات شمس وبالتالي يفقد الوعي، وهنا في خطورة على الإنسان. إذن هذه القوانين هي قوانين لحماية الإنسان. ايه فايدة طبقة الإيزون دي بقى على الإنسان؟ إنها بتحمينا من هذه أشعة الشمس، لأن زيادة أشعة الشمس في نوع اسمه الأشعة الفوق بنفسجية. إذا استمر هذا النوع من الأشعة بكثرة على سطح الكرة الأرضية فيصاب الكثير بأمراض سرطانية، وتنتشر الأمراض السرطانية خاصة الأمراض السرطانية للجلد، لأن هذا النوع خطر. أصل المشكلة مش في ارتفاع درجة الحرارة بس، المشكلة إنها تعمل تلوث بيئي.
تلوث بيئي يعني تلوث للإنسان، هيصيب الإنسان بالعديد من الأمراض. احنا اتكلمنا عن عنصر واحد الحرارة، طب ما هو الحرارة دي بيصاحبها خلال الفترة القادمة خلال فصل الربيع نشاط للرياح المتربة القادمة من الصحراء الأفريقية الكبرى بتمر على جمهورية مصر العربية من خلال رياح جنوبية غربية اللي بنسميها موجات الخماسين المتربة. هذه الموجات عندما تتحرك وبشدة وتكون قادمة من جبال أطلس عبر ساحل الشمالي لأفريقيا مرورا بالمغرب الجزائر ليبيا ثم مصر بتؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة إثارة عنيفة تصل لحد العواصف الترابية، أضرارها على الإنسان بتسبب الأمراض الصدرية، بتسبب الربو، بتسبب عديد من الأمراض. هنلاقي الرياح النشطة دي تأثيرها مش على الإنسان بس، ده على النباتات، على الثمار. يعني احنا متوقع مع التغيرات المناخية إن لم يتم وقف الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي اللي هي ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن المشاكل بتاعة استخدام الوقود الأحفوري، سيكون هناك خطر على الكرة الأرضية بالكامل.